أقيمت بمقر ولاية النعمة مراسم تسليم واستلام مهام بين مدباب إدير والي الجديد وكذا محمد حجار الوالي السابق، تبعا لحركة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولات، وذلك بحضور السلطات المحلية والأمنية والعسكرية وكذا سلك القضاء، إلى جانب الأسرة الثورية وأعضاء البرلمان بغرفته وكذا الأسرة الإعلامية. وسنواصل سيدي الوالي سي حجار إن شاء الله على كل المجهودات التي بذلت من طرفكم ومن طرف كل المسؤولين على مستوى هذه الولاية إن شاء الله. وأطلب من جميع وخاصة المنتخبين اليد في اليد من أجل تنمية هذه الولاية. وخلال تدخل الوالي الجديد لولاية النعامة السيد إدير مدباب الذي أثنى شكره لرئيس الجمهورية لترقيته كوالي في حركة سلك الولات الأخيرة، كما نوه على ضرورة العمل التشاركي مع المنتخبين والشركاء الاجتماعيين للرقي بولاية النعامة في مجال التنمية المحلية. الجزيل لسيد رئيس الجمهورية الذي وضع الثقة في شخصي بتعييني على رأس هذه الولاية المهمة، وأقول المهمة، وبالمقابل وبدوري سوف أبذل كل ما في وسعي وأسخر كل ما لدي من قوة ومن تجربة متواضعة من أجل تجسيدها على أرض الواقع. في ختام المراسم تم تكريم الوالي السابق محمد حجار من قبل الوافد الجديد للنعمة الوالي إدير مدباب بلباس تقليدي متمثل في البرنوس، إلى جانب تكريم ثاني من أعضاء المجلس الشعبي الولائي.